يا صباح الخيرات، بسم الله مكملين مع حضراتكم رحلتنا، رحلة التأملات في كتاب الله. وصلنا مع بعض للآية 6 و7 من سورة البقرة، ويلا نكمل. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللي ما قراش أسباب نزول الآية دي والمعنى اللغوي اللي فيها يتلخبط. لما حضرتك يا رب بتقول إنه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وختم الله على قلوبهم أسماعهم أبصارهم غشاوة، طب ليه حضرتك بعت لهم النبي من الأول عليه الصلاة والسلام؟ مبدئيا هذه الآيات نزلت في صنف معين من المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي صدقت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتنعوا أنه نبي حق وأن الله حق وحده لا شريك له، ثم أنكروا بعد كده اتباعا لرغبات معينة وشهوات معينة. إن الذين كفروا، كفر يعني غطى فطرته اللي أيقظها النبي بدعوته، غطاها بالإنكار اتباعا لهواه. الصنف ده هو اللي ربنا قال عليه في القرآن، كانوا بيقولوا للأنبياء قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قول اللي تقوله وإحنا كده كده مش عايزين نسمع. وقالوا للأنبياء برضو في سورة فصلت في آخر القرآن، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، إحنا قافلين على قلوبنا وإنت بتتكلم، وفي آذاننا وقر وسدنها بشمع، ومن بيننا وبينك حجاب مش عايزين نشوفك، فاعمل إننا عاملون. يعني اتكلم زي ما تتكلم وقول زي ما تقول، وإحنا كمان هنعمل اللي إحنا عايزينه. هذا الكفر اسمه كفر الجحود، يعني الإنكار بعد تصديق، اللي ربنا قال عليهم في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو كان متأكد إن النبي صح لكنه أنكر عشان كان بيعبد رغبات معينة، وقال عليه ربنا في القرآن في آية تانية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والآية دي نزلة في سادات قريش ونزلة في سادات اليهود، نزلة في أبو جهل والوليد بن المغيرة. أبو جهل والوليد بن المغيرة بالذات، أبو جهل كان من عيلة كانت في بينها وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تنافس في الشرف قبل الإسلام، فكان أبو جهل يقول والله إن محمد لنبي، ولكن ما كان لي أبدا أن أكون تبعا لبني عبد مناف، مش ممكن أسمع كلام حد في عيلة عبد مناف اللي هي عيلة النبي ويبقى أعلى مني مقام. وكان يقول كنا نحن عيلته يعني وبني هاشم عيلة النبي كفرسي رهان، كانوا يطعمون الحجيج يعني فنطعم، وكانوا يسقون فنسقي، فقالوا اليوم منا نبي وأنى لنا هذا والله لا أؤمن به. ونزلت الآية دي برضو في سادات اليهود، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. حيي بيسأل ياسر أخوه اللي راح شاف النبي وهو جاي المدينة، فبيقول له أهو هو ده اللي مكتوب عندنا في التوراة ومبشر به؟ قال نعم هو هو. قال ماذا تنوي؟ قال عداوته ما بقيت. لأن هم سادات قريش كانوا بيبحثوا عن رئاسة القبائل، وسادات اليهود كانوا بيبحثوا عن رئاسة الأمم. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعش من بني إسرائيل من اليهود، كفروا به بعد الاقتناع أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن ربنا قال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أهو الفريق ده بتاع الآية دي، إن الذين كفروا اختاروا تغطية فطرتهم اللي أيقظها النبي بالتوحيد، اختاروا التغطية على الإيمان والتصديق. إن الذين كفروا قرارهم كان كده، إن الذين كفروا سواء عليهم، مش عليك القضية، مش عندك أنت عملت اللي عليك، هم اللي بيسمعوك بعقل سماع العلماء المتخصصين الكلوزد مايندسيت، العقل المنغلق، بسمعك وأنا قافل منافذ الإدراك. اللي عايز يتعلم ويوصل للحقيقة بيستمع بأوبن مايند سيت، بسمعك وأنا بدور على المنطق والحقيقة في كلامك وفتح قلبي وعقلي. فطول ما هم كده سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما قالش لن يؤمنوا، لأن لو غيروا طريقتهم في الاستماع هيؤمنوا،
فقال لا يؤمنون. وبعدين اتكلم ربنا عن أسوأ ما يصل إليه إنسان في علاقته بربنا، ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة. ختم يعني قفل أو طبع. هم اختاروا يستغنوا عن ربنا. ربنا قال لك في القرآن في سورة التغابن في الجزء 28، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، ونسمع كلام بشر زي عايز ربنا اللي يكلم دي بنفسه، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فبيقول لك هنا ختم الله على قلوبه وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. كانوا يشوفوا محمد ابن عبد الله جارهم، ما يشوفوش محمد النبي. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، مش شايفين بقلوبهم حقيقتك. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. العذاب هو الألم المستمر، والمية العذبة سميت عذبة لأن طعمها الجميل بيستمر في الفم. وعظيم أعلى درجات التفخيم، أعلى من كبير، عظيم. أيوة عذاب عظيم. هو في عذاب أكبر من الإنسان يختار بقراره يحرم نفسه من ربنا في الدنيا والآخرة؟ هيسند على مين لما يترمي في ضيقة؟ وهيلجأ لمين يوم القيامة لما رب الأكوان في الآخرة واحد راح مش معترف بيه؟ عشان كده ولهم عذاب عظيم. ربنا ينجينا وياخد بإيدينا. دي كانت معاني الآيتين 6 و7 من سورة البقرة. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. نهاركم أبيض وصباحكم كله خيرات. سلام عليكم.